كم شيش كباب ماكل بحياتك؟ 1180. هاي رقم سيارة هاي. حلو. كم مرة دازتك مرتك على سمون بلف؟ حوالي 100 مرة. اللي انت تسوق. كم رقية ماكل بحياتك؟ 2، لأن ما أحب الرق. لا مخوش مخوش. كم ماعون ثريد مال بانية وعلى يتمن ماكل بحياتك؟ يمكن 1,000,000. مليون مليون. حلو. ثريد قضية. شنو اسم صوت السلحفات؟ فحيح. وجابك فحيح. فحيح. زين مثل لي صوت هندي شقي. أنا بقول لكم باروك قالي طاق طلب الياكي المبطنين يالا جان يجي جنكهادا. الله الله ماشي. حلو. زين شنو اسم أم السلحفات؟ ما يصحونها أم السلحفات، مثل أبو بريس يعني. عند بريس يسمونه. زين التمساح إذا يرجع بي العمر شي يصير؟ ما بي بق التمساح. ليش واحد من ينضرب راجد يفك حلقه؟ مو مظل اذان الصن. ها هاي صدق لو شق. ابو طيبه انطلق هسه اسئلتك الي. اي نعم. يا رب عليك يا الله. كنت تطلع اسئله حلوه. فقره تفكر بسرعه. مثل لي صوت دجاجه طبت تفاكك بعركه ضربوها وزرقوا عينها. انضربت راشدي. البطريق اذا تزود صخله شي خلفون؟ بطرق ماء. شلون تقح بالايطالي؟ جميل. اي والله رايح لايطاليا لازم. رحت بالنمسا وصلت من وقت بالخمسة. نفس الخمسة. الله عليك. إذا خلينا بيبسي على التشريب مال بانيا شو يصير؟ بيبسيب مال بانيا. مثل لي صوت أسد قاعد يقلب بيض واحترق صبعه بالنار. أسد؟ الزئير. شلون يصير زئير؟ زئير صوت أسد. شلون ورطه؟ طق البيضة. أنا ما أحب البيض، يجابني على البيض. شنو اسم بيت النملة؟ بيت النملة العرين. شاو الأسد شنو؟ بيت النملة. بيت النملة إذا تقول القنفذ. شنو وجه التشابه بين الصديق البخيل ومرقة الشجر؟ اثنين هن مطيب. اثنين فطر. مثل لي صوت ديج هراتي شاف صاحبته تمشي ويا ديج ثاني على الكورنيش. قطيع. تحية لأخونا سامي حسان دعدوش حبيبي. خلصن خلصن خلصن.